مش كلمتين والسلام. سيد أفندي وهو ماشي شاف ظاهرة غريبة، قال لنفسه الحكاية دي تقلق وحاجة عجيبة، ولو سكتنا عنها ممكن لا قدر الله تعمل في مجتمعنا مصيبة. الظاهرة دي بيلاحظها أي حد ماشي في الشارع العام، العمارات المبنية تلاقي فيها نشع من ورا ومن قدام، واخد العمارة من أولها لآخرها بطول الحيط. تستعجب يتهيأ لك إن النشع ده صورة مرسومة بالزيت، صورها الفنان واستخدم فيها لونين على الجدار، اللون الأبيض واللون الأصفر اللي قالب على خضار، ومرة الصورة الفنية دي تبقى بطشة حجمها متر وسط العمار، ومرة تانية يبقى حجمها مترين وزايدة في الدمار، ومرة تالتة يبقى حجمها 3 أمتار حسب نشع المية وحسب بوظان المواسير اللي في الأحجار. كل العمارات كده، حكومة أو قطاع خاص، كله بنفس الاستهتار، شركة أو مؤسسة، بيوت أو مصالح، كله في الهوا سوا، كله بيخر وكله مبطش وكله مبقع ومترقع. سيد أفندي سأل نفسه طب إيه سبب النشع اللي بيبان على الحيطان؟ ملقاش غير سبب واحد، وهو إن سببه إن الصحي معمول مش مظبوط. تسأل الصنايعية السايب منهم والمربوط، مش حاجة غريبة إن الصحي كله يبقى معمول مش مظبوط؟ يقولك آه حاجة غريبة، بس مساواة ولا أطلع ندل، ده حتى المساواة في الظلم عدل، يعني في عدل، كل العمارات مبطشة ومبقعة، حتى العمارات الطويلة اللي على النيل مبقعة ومترقعة، ومرسوم عليها النشع من أول دور للدور العشرين، مفيش حد أحسن من حد، وده قانون السباكين. طب ليه الصحي مش مظبوط في بلدنا؟ هو أنتوا يا صنايعية مش ولادنا؟ ليه كده؟ عشان إيه؟ ما تفهمش إزاي بنعديها. طب فين الدقة القديمة اللي كان المصري مشهور بيها؟ فين الإتقان؟ فين الزمة؟ فين مليان العين؟ ما تفهمش كل ده راح فين؟ يا ترى يا هل ترى باش مع النشع ولا لسه فاضل؟ ما تفهمش وتيجي تتكلم يقولوا عليك مناضل. يا سادة النشع ده بيبان لوحة مرسومة وكأنه ملوش خطر، لكن في الحقيقة ده لولا أن ربنا ستر، مفيش حاجة توقع العمارة أكتر من النشع اللي زي المطر. والنشع ده عبارة عن تسرب المية في جسم العمارة بالتحديد، العمارة مبنية من طوب وأسمنت وحديد، وكل ده بيتأثر بالمية وبيبان بعد فترة علامته، يعني النشع ده ممكن يأثر على عمر المبنى وسلامته، يعني بدل المبنى ما يعيش 70 سنة يعيش 40، بدل ما يعيش 40 يعيش 20. المية بتقصف عمر أي شيء حتى البخرة، لو نقطة مية نزلت فوق صخرة باستمرار تخرم الصخرة. نفسنا نشوف طريقة للصحي، وده خلصت القول. الصحي اللي بيتعمل كلش كان اليومين دول، عيب قوي إن المصريين القدماء يبنوا الهرم المشهور يقوم يعيش 4000 سنة وبعدها بظهور، وإحنا نبني العمارة من دول تقع بعد شهور. الهرم ده كان جبانة، كان مدفن يا حضرات المشاهدين، إزاي كانوا بيبنوا المدافن بالإتقان ده للميتين، وإحنا بنبني مساكن الأحياء بالإهمال ده وسكتين؟ ليه مفيش مدارس للسباكة؟ ليه ما نبقاش أشطر؟ ليه مفيش استعانة بالمواسير البلاستيك اللي بتعيش أكتر؟ كل ده وسيد أفندي ماشي بيكلم نفسه وبيفكر، ليه مفيش استعانة بالتقدم اللي حصل على فن السباكة في العموم؟ ليه نبقى احنا بس اللي عايشين في القرون الوسطى وشايلين الهموم؟ كده احنا عايشين في خطر ونتائجه هتبقى غير مرضية، وكمان عايشين بسبب السباكة في مناظر مؤذية. ياريت نحل مشكلتهم قبل ما يجيبوا لنا حاجات معدية، عايزين نخلص بقى من الاتنين دول. وده اللي توصل له سيد أفندي، وده خلصت القول، مش كده ولا ايه؟ مش كلمتين والسلام.